طموحي كبير برشا اكبر من تحقيق بطوله. باقي نخدم بقلب ورب باش نجم نحافظ على اللقب متاعي. كل يوم نحضر روحي باش نبدا نهار جديد مع بيبي الطموح. نفيق بكري باش نسترزق في الميكانيك ونعاون روحي. كل يوم نفيق على وجه امي اللي هو اكثر حاجه نحبها. الدنيا هذه اللي هي تحل لي كل الطريق. تعلمت تصليح الكراهن بعد ما قصيت قرايتي. كي تجي تشوفني ناكل في الماكلة تقول هذا إنسان عادي مش رياضي، ياكل في كاسكروت كافتاجي وكعبة بريك وعجة، ما هيش باش توفر لك معناها الطاقة اللي يعتمدها كل رياضي. أنا نمارس في رياضة الملاكمة التايلاندية اللي معروفة معناها في العالم وكل اللي رياضة المواي تاي. رياضة المواي تاي تعتمد على 8 أسلحة في الجسم اللي هي المرفق واليدين والركبتين والساقين. توجت في 2017 بالبطولة الشرق الأوسط في المواي تاي في مصر. كانت الظروف كيف صعيبة. فرحت برشا على خاطر كانت أول مشاركة لي دوليا. والله كنت نغطي في مصاريفي مجهودي الخاص والضعيف، معناها نستغل على مدة على طول يوم كامل. بين عيني هدف واحد هو الاستمرار رغم كل شيء. المدرب متاعي بوزيد مصباحي اللي كان عنده دور كبير في انه خليني نوصل. اكثر انسان شجعني هو في حياتي، خاطر من اللي عرفته حسيت الدنيا بدت تتبدل. بدلني من عبد الحفيظ انسان عادي الى عبد الحفيظ بطل العالم. في قربة المقابلة متاعي في تايلاندا وبدأ الوقت يزرب وبدأت معناها الأمور تشد بعضها. ما لقيت كان أولاد بلادي، التجأت باش ندور على أصحاب المحلات ولميتهم، وكل إنسان يمد لي مبلغ كان معناها مقدور به. طموحاتي نحب نغير الواقع متاعي اللي نعيشه كل يوم صانع متاع ميكانسيان. نحب نولي مدرب في الاختصاص.
وبالإرادة والإصرار حققت أقوى بطولة في العالم. Yes, sir. Yes, sir.